دكتورة صوفيا عوادي، مديرة النظافة والمحيط ببلدية باجة. اليوم نعرفوا فصل الصيف يعني اللي توا فيه أشد، وده ارتفاع درجة الحرارة، برشا مواطنين يتقلقوا في الصيف من ناموس في بعض المناطق، ثم كبلدية باجة شنو الخطة اللي حطيتوها وين وصلتوا في البرنامج؟ بالنسبة لنا احنا كبلدية باجة هي كل عام الخطة هذه تتحط والكل، لكن السنة الطقس كان مش عادي، على غير العادة كيما احنا، خاطر هي الناموسة كيما تعرف الناس الكل، وإلا اللي ما يعرفش راهي تعيش في الماء، كل ما تكسر المياه كل ما يكسر الواحد المأوي نتاع الحشرات، وبطبيعتنا احنا ديما نحسيهم كيما كل عام، وفما برنامج تدخل ديجا احنا بدينا تو. دينا بتدخل خاطر هي مجاري المياه، الابار، الحاجات اللي ما هيش الماء يمشي فيها الراكده هذه الكل، يعني الناموس ما يقولكش عنده الشجر هذاك فما كل وشوش، هي الحشرات متنوعه، اما اغلب حاجه هي الناموس اللي احنا هذايا يعيش في الماء الراكد. والله احنا تدخلنا في روحنا المدينه واحوازها شوي، مثلا عندنا مجرى مياه مثلا بوزقده، معنا مجرى مياه ودباجه زاد فيها، دخلنا لهنا عندنا مجرى مياه الحي الاداري. هذو ما هما الاماكن اللي ديما عندنا يبغوا، ولازمنا ندخلوا الى ما نشوفوا انه المأوى ايجابي او لا، مش فايده باش نصيبوا الدويات كيف ما جاره، خاطر تولي عندك روحنا الريزيستونس انه الحشره تعمل مناعه للمبيدات، لازمنا نتحراو في المبيدات، واذا كان فما مثال امكانيه نتاع مقاومه عضويه اللي هي باش نصرحوا والا باش نحيوا كل حتى الحشرات زاد تدخل فيها الذبابره اللي هي الرفع المصابات الفوضويه. هي غاش قلت كان الحشرات هي كبيرة برشا الكلمة. قضية الدخل أنتم ومزيد الحملات متواصلة. هي متواصلة راهو مش لآخر الصيف، احنا لآخر العام، على كل ما يكون الطقس سخون، أنه يعني الظروف المناخية مواتية، أنه الحشرات هذيك تفرخ نقول احنا تفقس وتكذب، احنا رانا ديما موجودين باش ندخلوا فيها.